في تقديركم مرض السرطان كم له موجود في الحياة بدأوا الناس يعرفونه ويتكلمون فيه؟ 20 أو 30 سنة يقولوا أبو عبد العزيز. كم تتوقعون؟ أبغى أسمع كذا رقم، مو بلازم يصير إجابتك صحيحة، يعني تتوقع كم؟ 30 سنة. ها، عبد الله بن مسلم بن قتيبة متوفي سنة 271 هجري، قبل كم؟ حدود 1200 سنة متوفي. له كتاب عندي في مكتبتي وموجود في كل المكتبات يباع، اسمه عيون الأخبار. عيون الأخبار هذا مقسم إلى 6 أبواب، الباب الأول عن السلطان، الباب الثاني عن النساء، الباب الثالث عن كذا، الباب آخر باب، إذا أحد يبغى منكم يتأكد عن المعلومة، آخر باب سماها الأطعمة والأشربة، تكلم فيه عن أنواع من الأطعمة والأشربة وش فوائدها وش مضارها. جاء وتكلم عن الباذنجان، ولا يهمني ولا يهمكم دقة المعلومة اللي يقولها، لكن اسمعوا وش قال. قال قبل كم؟ 1200 سنة. أنتم تقولون السرطان له 30 سنة كتشخيص وانتشار. قال ابن قتيبة قبل 1200 سنة، قال والباذنجان من مسببات السرطان بهالنص. وقد يعترض معترض منكم ويقول لي وش دراك إن سرطانهم هو سرطاننا؟ الإجابة الكلمة اللي بعدها، قال وهي الأورام الصلبة. قبل 1200 سنة كان يتكلم عن هالمرض على أساس موضوع إنهم مشتوهم مكتشفينه، يفكرون في أسبابه وكيف يجي وكيف يروح، فهو موجود قبل ذلك بمدة طويلة.